قالوا لي انك عايزني. اتفضل. بطل بدي العب على المخبى، حب العب على المكشوف. ما فهمت. مرتي خايف على الشركة وبعتقد انه هيدا حق. انه خايف على الشركة من لمار؟ صح. ولا عينت لكان؟ انه هي حابة تشتغل، يبدو انها متحمسة كتير، ممكن تنجح ممكن تفشل. مشكلة مش فيها، مشكلة فيي أنا. أنا إنسان يكره المقامرة بأي شيء بخصه مثل شغلي. شو المطلوب مني؟ بدي إياك تقرب من لمار أكثر. مش رح لاقي حدا أكثر منك أوثق فيه، وهي كمان بتوثق فيك. من بعد ما عينتك نائبة يعني أعطتك انك تاخد قرار بالاوقات اللي لازم تاخد فيها قرار، والا بنفوت كلنا بالحيط. بس انا بحسب معرفتي بلمار بظن انها رح تكون مديره ناجحه، وبتوقع انها تطور شغل الشركه. قديش حجم معرفتك بلمار؟ كافي لاني قيمها بهيك موضوع. كل الأحوال كلامي بضل شكوك، أنت ممكن تأكدها أو تنفيها. بالإذن أستاذ. يلا دير بالك على رنا مرتك. رنا كثير طيوبة، وأنا كمان مأمنك عليها. أكيد. بالإذن. بأيام رصيد 300 ألف مدام. ممكن اسحبهم؟ بدك تصفري حسابك؟ اي نعم. بنصحك تخليه مفتوح ولو ب2000 ليرة. لا بدي اسحبهم كلهم. ماشي تكرم عينيك. بس بعد اذنك وقعيني هون. هدول 300 ألف مدام. تسلم ايدك. لك انت كيف بتفوت علي بلا ما تدق الباب؟ جهاد هو يلي بعت الصور. شو عم تقول؟ جهاد ورا كل هالقصة، وأنا متأكد. لحظة، بس فهمني كيف عرفت؟ رحت لعنده من شوي. ايه، وهو خبرك؟ لا ما خبرني، بس أنا متأكد. ما تسأليني كيف؟ هو وبس. الواضح يا مدام انه كشف القصة من ورا جنونك انت. لك ليه مصر انه انا؟ انت اللي لحقتني وخربت لي حياتي يلي انا قررت ابنيها من جديد من بعد ما خربتها ودمرتها. ليش رنا؟ في اعرف ليش اخته لجهاد؟ بطل في بنات بالكون غيرها؟ ليش هيك عملت؟ شو انا هلا بدي اعمل؟ لك شو بدي ساوي؟ ما بعرف. واجهي أسوأ مخاوفك. إياد، كيف يعني ما بتعرف؟ ليش مين قلك إذا عرف رح يكون أسوأ مخاوفك؟ وهذا